هنبدأ مع بعض إن شاء الله مشروع بناء قلعة بسيطة داخل برنامج سيريز ستوديو ماكس. أهداف المشروع إن أنا أراجع أوامر الرسم وطريقة النهوض أو الصعود بمجسم ثلاثي الأبعاد من خلال شكل مرسوم. فيهمني أكتر من المشروع يعني إن إحنا نتعلم أوامر الرسم، بنحاول نكررها كذا مرة لأن هي اللي دايما بستخدمها أثناء العمل في المجسمات الخارجية. المجسمات الخارجية زي مثلا بصمم ببني قلعة، ببني مسجد، ببني كنيسة، ببني بيت، ده بنطلق عليه من الخارج. إذا كنت ببص له من الخارج بطلق عليه إن هو إيه، يعتبر مشهد خارجي، بنسميه اوت دورز او بنسميه اكستيريور ديزاين، تصميم خارجي. لو انا جايب المجسم ده من الداخل زي المنزل من الداخل هيبقى تصميم داخلي، بيطلق عليه اندور ديزاين او انتيريور ديزاين، تصميم داخلي. فهنعمل مع بعض مشهد لقلعة بسيطة جدا نتعلم من خلاله اوامر الرسم، وده يعتبر أحد التصميمات الخارجية أو الاكستيريور ديزاين. دايما برسم في التصميمات اللي فيها مباني، برسم في الطوب اللي هو مسقط الطوب، Alt و W بكبر ميناء الرؤية، وببدأ أروح للأيقونة الخاصة بالرسم عن طريق Create Shapes، وببدأ أرسم أشكال هندسية بسيطة وأطبق عليها أوامر الرسم المختلفة. هرسم ريكتانجل اللي هو شكل مستطيل بالمنظر ده كده أهو، وبعد كده هرسم سيركلز، وممكن أنسخ الدائرة دي عن طريق شيفت مع السحب لو حبيت كده اهو، وبخلي النسخة دي نوع انستنس بحيث بتكون الأشكال اللي أنا نسختها مرتبطة ببعضها. بمعنى إيه مرتبطة ببعضها؟ إذا تم التعديل على أحد الأشكال بيتم التعديل على إيه باقي الأشكال المرتبطة. برضو كده هنسخ أهو بشيفت وبخليها انستنس، شيفت مع السحب اهو تاني، بنسخ اهو انستنس، وممكن هنا ندي لون هنا يميز الخط ده بحيث يبقى واضح واحنا ايه بنشتغل يعني. اخترت الدايرة الأولى مثلا وشفت البراميترز بتاعتها اللي هي خصائصها اللي هي الراديوس، شوف لما بكبر فيها مرتبطة ببعضها، بيتم التكبير إيه في جميع الدوائر الأربعة بهذا الشكل. طيب هنعمل إيه تاني؟ تعالوا مثلا نضيف نقاط على الشكل اللي قدامنا. لو أنا اخترت الريكتانجل ودخلت على قائمة موديفاي هبص الاقي البراميترز او الخصائص بتاعته عبارة عن ايه، لينس وويدث وكورنر راديوس، تمام. طيب انا عايز يبقى في اوامر رسم اكتر من كده، هعمل ايه؟ هضغط عليه كليك يمين، عندي مثلا convert to editable spline، ممكن ان انا احوله لشكل رسومي يظهر فيه جميع الأوامر الخاصة بالرسم، أو إن أنا بدخل على قائمة موديفاي وبجيب أمر Edit Spline عن طريق النقر على إيه؟ حرف الـ E Edit Spline. إيه ميزة الأمر اللي أنا أضفته في الرسم على الشكل اللي هو شكل ريكتانجل؟ إداني إمكانيات الرسم كلها، إن أنا أقدر أتحكم في النقاط اللي هي الـ Vertex، أتحكم في السيجمنت اللي هو الخط الواقع بين نقطتين،
اتحكم في السبلاين كله اللي هو الشكل كله. هبدأ مثلا على سبيل المثال انا عايز اضيف نقاط، في عندي امر هنا اسمه ايه، ريفاين، هضغط على ريفاين كده وببتدي اضيف هنا ايه مجموعة نقاط زي كده مثلا. ايه النقاط اللي انا حطيتها دي عشان تتيح لي ان انا اعدل في الشكل؟ اعدل في الشكل ده ازاي؟ اختار الاول على مستوى السيجمنت واختار كده اهو واتحرك، اتاحت لي ان انا اقدر ايه اتحرك عن طريق النقاط اللي انا حددتها. وممكن اجي كده اعمل سيلكشن على النقاط دي الفيرتكس، النقاط دي حاسس فيها كده بانحناء، لا انا عايزها تبقى ايه حاده حاده، يبقى اختار النمط او النوع كورنر اهو، اختار هنا ايه كورنر، اصبحت النقاط دي ليها زوايا حاده. ممكن اختار نقطه معينه واعدل في الشكل كده مثلا اهو تمام. ممكن اجي هنا كده مثلا اختار الايه الزاويه دي، ونشوف مع بعض باقي اوامر الرسم. في عندي امر مثلا اختار النقطه الثانيه معاها عن طريق ايه الكنترول، ضفت النقطتين مع بعض في السلكشن، هقول له انا عايز اعمل مثلا حاجه اسمها فيلت، شوف فيلت بيعمل ايه، نوع من الايه الانحناء، او عايز تشامفر، شوف تشامفر اداني شكل كده مثلا اهو. يبقى دي كلها اوامر رسم انا بتعلمها وانا ايه بشتغل تمام. طيب هنيجي هنا مثلا احنا عايزين نضم الاشكال اللي احنا رسمينها دي لنفس الايه الشكل اللي انا بعمله ده الاساسي. هنضم ازاي بقى الاشكال دي؟ تعالوا نشوف مع بعض ازاي نقدر ايه نضم الاشكال دي. هاجي هنا كده وانا مختار الشكل بتاع الريكتانجل على مستوى السبلاين اللي هو الشكل كله، واقول له اعمل لي اتاتش. معنى اتاتش يعني ايه؟ اتاتش يعني ضم، او هضغط على امر اتاتش، ضم لي الاشكال اللي عندك دي للايه؟ للشكل الاساسي. هدف عملية الضم دي ايه؟ ان هو البرنامج يعتبرهم شكل واحد، لما اجي دلوقتي احرك اصبحوا كيان واحد، ضمتهم على بعض. طيب برضو الهدف ايه؟ الهدف ان انا اقدر اعدل بعد ما ضمتهم لشكل السبلاين الاساسي اللي هو الريكتانجل، اقدر ادخل واجري تعديلات على الشكل ككل بقى. على سبيل المثال انا عايز اشيل الزوائد اللي هنا اللي موجوده دي، هعمل ايه؟ اختار على مستوى السبلاين كده اهو، واجي اجيب امر اسمه ترم، ترم يعني قص، هضغط على ترم كده واروح ادخل على الشكل اشيل كل الخطوط اللي هي المتقاطعه زي كده، مجرد النقر فوق الايه السيجمنت بيشيل الخطوط اللي المتقاطعه. طيب لما انا نفذت امر ترم حصل عندي ايه؟ شال خطوط المتقاطعة، بس في مشكلة صغيرة ظهرت عندي. إن أنا لو جيت اخترت كده على مستوى الفيرتكس نقطة معينة زي كده، نقطة زي كده مثلا، اتحركت كده شوية، إيه اللي حصل؟ ملاحظين إن النقطتين بعدوا عن بعض، ليه؟ لأن هما مش ملحومين في بعض. لازم ألحمهم في بعض علشان يكون الشكل ده شكل متكامل واحد مغلق، لأن نفذت أمر ترم. ورا أمر ترم على طول في أمر تاني لازم نستخدمه اسمه أمر ويلد. ويلد يعني إيه؟ لحام. هلحم إيه؟ هلحم كل النقاط مع بعضيها اللي هي قريبة من بعض. هروح أعمل سيلكشن كده على جميع الشكل بتاعي، يعمل لي سيلكشن لكل الفيرتكس اللي هي النقاط، واجي بقى انفذ امر ايه ويلد اهو. بنجد الامر مكتوب اهو، ويلد يعني يلحم، وفي قصاده ايه المدى بتاع اللحام، يعني ممكن تكون نقطتين بعاد عن بعض شويه، لو انا وسعت القيمه بتاعتين مدى اللحام هيلقطهم ويلحمهم مع بعض.
لكن انا كده النقاط بتاعتي بالشكل ده قريبه من بعض، مجرد ما بضغط على امر ويلد تم اللحام، وده هيساعدني ان انا انفذ باقي الاوامر بتاعه الايه التحويل لمجسم. دلوقتي انا عايز اعمل مجسم مفرغ ولا مجسم مصمت؟ عايز اعمل مجسم مفرغ، لان ده مثلا مجسم لمسجد، مجسم لقلعة، مجسم لمنزل، مجسم لشركة بمعمول لها ديكور معين. ازاي اقدر انفذ الكلام ده؟ البرنامج قال عشان تعمل مجسم مفرغ لابد يكون فيه اوتلاين. الاوتلاين ده بيشكل ايه؟ الخط الخارجي او الداخلي، بيشكل السمك بتاع الحوائط بتاعت المبنى. ممكن يبقى مبنى حجري زي القلعة، ماشي، ممكن يبقى مسجد له حوائط. ازاي اقدر اعمل الكلام ده؟ قال لي اعمل لي اوت لاين. هعمل اوت لاين عن طريق ايه؟ هدخل في السلكشن او في الاختيار بتاعي على مستوى السبلاين، تمام، اللي هو الشكل. السبلاين يعني جميع الشكل بتاعي، الفيرتكس اللي هي النقاط الموجوده داخل الشكل، السيجمنت هو الخط الذي يقع بين تو فيرتكس او فيرتسز كجمع، يعني الخط الذي يقع بين نقطتين. طيب هدخل بقى كده ابتدي اشوف ايه ازاي اقدر اعمل اوت لاين. اهو اوت لاين موجود اهو، ومديني قيمه برضو. ممكن اكتب فاليو لو انا بشتغل بسكيل بمقاس، ممكن اكتب المقاس ده قد ايه، يبقى دقيق جدا، عرض الطوبه او عرض الحجر بالظبط. انا بشتغل كده بشرح اوامر، خلاص ما يهمنيش السكيل هنا، فبضغط هنا على الايه، على امر اوت لاين، وبضغط كده بالماوس على القيمه كده اهو، بحددها كده ايه حسب القيمه اللي انا ارتاح لها اهو. حاجه كده ايه عشوائيه، مفيش فيها عندي اي مشكله، تمام. بضغط مره واحده، ما برفعش ايدي من على زر الماوس الا لما استقر على الايه السمك اللي انا عايزه للحائط. طيب خلاص كده خلصت اهو، ارجع تاني الايديت سبلاين. دلوقتي احنا عايزين نفحص هل الشكل ده فيه اي مشكله بالنسبه للنقاط، لان لو في مشاكل في النقاط هتبان. هضغط على امر اسمه يوتيليتيز موجود عندي في الكوماند بانل، وفي زر مور، وابدا اضغط على امر اسمه شيب تشيك، فحص الشكل، واقول له اوكي. هيقول لي هنا بيك اوبجكت، اختار الشكل اللي انت عايز تفحصه. هضغط كده واروح ضاغط هنا على الشكل، منتهى البساطه اللي شيب سيلف انترسيكتس، يعني في مشاكل، في تقاطع في الشكل مع بعضيه. جايب لي فين بقى التقاطع ده؟ بيشاور لي هنا على النقطه اللي فيها مشكله، الفيرتكس اللي فيه مشكله. شوف فين قاعد عندك، هنا مفيش، هنا في عندي مربع باللون الاحمر، وهنا في مربع باللون الاحمر، وهنا مربع باللون الاحمر. دي المناطق اللي فيها مشاكل في الشكل. لو جيت انفذ امر اكسترود بهذا الوضع مش هيتنفذ صح، ممكن يطلع الشكل بتاعي ايه؟ مصمت وليس مفرغ. يبقى انا لازم اعالج المشكله دي، ازيل التقاطع ده. كيف يتم ازاله هذا التقاطع؟ بمنتهى البساطه كده اعمل زوم اهو، شايفين؟ او ظهرت عندي المشكله اهي في الايه؟ في المربع ده، النقطه دي. هدخل في الشكل كده على مستوى الفيرتكس، تظهر عندي النقاط المتقاطعه. شوف الخط تقاطع ازاي؟ هبتدي اختار على مستوى الفيرتكس كده النقطه اللي فيها مشكله اهو، هنا كده مثلا، دي اللي المفروض ان انا ايه ابدا احل ازمه التقاطع اللي فيها دي. احركها كده، ببدا ايه اعدل النقطه بحيث ازلت ايه التقاطع اللي موجود اهو. هنا برضو كده عشان الشكل برضو ايه اهو، هطلع كده طيب. لو انا جيت حذفت النقطة دي هتأثر؟ لو ضغطت ديليت حصل فيه تأثير، يبقى ما ينفعش ان انا ايه احذف كنترول وزت، وانما اكتفي بان انا ايه اصلح المشكلة دي بمنتهى الهدوء كده مثلا. طيب دي لو حذفتها هتأثر؟ ديليت، مفيش تأثير، تمام. اختار كده اهو برضو، وعالج المشكلة دي لغاية ما تظبط عندي الشكل.
كده انا حليت المشكله الاولى. ادخل على النقطه الثانيه اللي فيها مشكله اهو، تمام. عندي دي مثلا اتحرك بيها كده، في مشكله كنترول وزاد، لا اخد بالي بقى. كنترول وزت اهو، دي اللي عايزه تتحرك شويه، بمشي كده ايه بالراحه كده. ايه النقطه اللي انا عايز اشيلها؟ النقطه دي الفيرتكس ده، ديليت، تمام. طيب كده حلينا المشكله، اتحلت. اشوف بقى في نقاط تانية فيها مشاكل ولا لا. ارجع تاني ايه، هنا كان في حاجه برضو اهو، نفس الكلام اهو. كويس ان ايه بتظهر عندي المشاكل دي عشان اعرف ايه احلها ازاي. برضو اجي هنا كده واتحرك شويه، عندي مشكله في النقطه دي، نحذفها من خلال امر ديليت، تمام. حلينا المشكله اهو. هل هنا في اي حاجه؟ مفيش هنا. هنا كده في حاجه؟ مفيش. نتاكد ازاي؟ نرجع تاني نطبق امر ايه، شيب تشيك يوتيليتيز بيك اوبجكت، واضغط. قال لي شيب اوكي. يبقى كده احنا اتعلمنا مع بعض ازاي نقدر نتغلب على مشاكل الرسم. لازم من خلال الامر المهم اللي انا بجيبه عن طريق يوتيليتيز وزر مور، بفحص الشكل اذا كان في تقاطع ما بين الخطوط نتج عن تحريك بعض النقاط اللي هي بنسميها فيرتسز، اشيل ازيل هذا التقاطع بدون ما باثر على جوهر الشكل، لغايه ما بحصل على رساله شيب اوكي. كده لما اجي انفذ امر اكسترود هيطلع ايه؟ ان شاء الله مظبوط معاك. هنرجع كده اهو، وبدخل بقى على قائمه موديفاي وبستدعي امر ايه؟ اكسترود. بضغط على حرف الاي بيجي الامر معايا كده، وببدا اطلع بالاماونت بتاع الايه؟ المبنى بتاعه. يبقى كده ظهر عندي ايه؟ الشكل، مفيش فيه عندي اي مشكلة خالص. يبقى دي اول مشكلة بتقابلنا في الرسم، وهي كيفية معالجة مشاكل التقاطع ما بين الاشكال وبعضها. مهم جدا ان انا بقى ايه؟ متقن لقصة الرسم. ازاي اقدر اعمل انفذ امر تريم، ازيل بعض الخطوط او التقاطعات الغير مرغوب فيها. ازاي اقدر احل مشاكل الرسم لما يظهر عندي نقاط ايه؟ متقاطعه، بحيث احصل على الشكل اللي انا عايزه. دلوقتي احنا عايزين ننفذ ايه بقى؟ عايزين نعمل روف يعني سقف، وعايزين نعمل مثلا درجتين سلم للشكل اللي قدامنا. هفترض ان ده مبنى، منزل او مؤسسه او شركه او قلعه او اي ايه حاجه عندي اكستيريور ديزاين، تصميم خارجي. اي ممكن تكون منتج، ممكن تكون علبه، اي حاجه. خلاص نفس الافكار هي هي ونفس الخطوات واحده، مفيش فيها اي تغيير. لو احنا اتقناها نقدر نعمل موديلنج لاي حاجه بهذا الشكل اللي هي الشكل المجسم الخارجي. طيب ازاي اقدر اعمل مثلا على سبيل المثال زي ما قلت كده الروف او السقف؟ بمنتهى البساطه انا باخد نسخه. باخد النسخه دي ازاي؟ عن طريق كنترول وفي، حرف الفي من الكيبورد، والنسخه دي بتبقى كوبي. بقول له اوكي. طيب فين هي النسخة؟ اهي موجودة، اهي لو حركت كده موجودة، تمام. طيب هعمل ايه للنسخة دي؟ اولا هطفي تفعيل امر اكسترود، اصبحت عبارة عن ايه؟ الرسم هنا موجود في لوحة موديفاي، تشريح العناصر اللي انت بتشتغل عليها، موجود تاريخها من ساعة ما انشئت لغاية ما وصلت للمرحلة النهائية. التشريح بتاعها عبارة عن ايه؟ بدأنا بريكتانجل، اتطور شوية، طبقنا عليه أمر Edit Spline عشان يرسم، نتحول بقى للرسم للأشكال اللي احنا عايزينها. وبعد ما عملنا Edit Spline وأصبح عندنا شكل مختلف خالص غير الريكتانجل، جبنا أمر Extrude اللي هو حول الرسم بتاعي لمجسم ثلاثي الأبعاد مفرغ. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ رجعنا لأصله علشان نعمل الروف أو السلم، طفينا أمر Extrude، وهندخل على Edit Spline عشان نجيب السبلاين نفسه. أنا عايز الخط الخارجي ولا الداخلي؟ أنا عايز الخارجي، يبقى بختار الداخلي كده، وبمنتهى البساطة بضغط على أمر إيه؟ ديليت من الكيبورد. حذفت الإيه؟
الخط الداخلي اللي هو بيديني التجويف داخل المجسم. طيب ارجع تاني بقى الامر اكسترود اشوف ايه اللي حصل، ادي الكتله مصمطه اهي. طب انا عايز اعمل الروف او السقف، الكتله دي مرتفعه ارتفاع كبير، ما احنا ممكن نرجع للاكسترود من خلال موديفاي ونقلص قيمه الاماونت بتاع الاكسترود كده بحيث تبقى ايه مخفضه، ونرجع نحازي كده الايه الروف مع المجسم بتاعي علشان يطلع لي ايه السقف اللي انا عايزه اهو بهذا الشكل مثلا. حصلت على شكل مجسم بخطوات بسيطة جدا يصلح ان هو يكون مثلا بناء لقلعة او مسجد او بيت او اي كائن مفرغ من الداخل وشكل معقد زي ما انا عايز، خلال خطوات بسيطة جدا عن طريق الرسم بهذا الشكل. ممكن كمان ان انا استغل الروف ده ان انا احصل منه على حلية، يعني انا عايز اعمل زي صور كده ليه حلية مثلا، كنترول وفي من الروف اخليها كوبي، واجي هنا في امر التكبير سكيل مثلا واعمل نسبة تكبير كده للحاجة دي. ممكن تبقى ديكوريشن حاجة كده ايه مودرن مش مرتبطة بأبعاد معينة، وممكن اخليها ماشية بالظبط مع الاوت لاين بتاع المبنى. طيب هنا مش متناسبة نتيجة اخطاء في عملية الايه التكبير مثلا، ازاي اقدر اخليها مناسبة؟ نرجع واحنا مختارين الشكل نجيب التشريح بتاعه، ادي التشريح اهو، ادي عندي امر اكسترود هطفيه تمام، وهبدا ايه اعمل بقى الايه الشغل الخاص بيا اهو، وهنستغلها كسلمه بعد كده برضه. هبدا انا اظبط بقى الابعاد بتاعتي، هختار على مستوى الفيرتكس النقاط هنا مثلا عندي النقطتين دول كده، انا عايز اكبر شويه الشكل اهو، وابتدي اظبط كده تظبيط يدوي بقى يعتمد على ايه التقدير بتاعي. وممكن ان انا اضيف نقاط تتيح لي الحركه زي ما انا عايز، شوف هنا في نوع من الكروسنج اهو شايفين زي كده اهو، برضو نفس المدرسه بتاعتنا، ممكن ان احنا نحذف نقاط. هنحذف ازاي؟ عن طريق ديليت. طب هحذف ايه؟ هحذف دي الخدعه اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. كل ده بالممارسه هيبقى سهل، يعني ما تحاوليش تبص الموضوع ان هو ايه معقد او ان انا مستحيل اقدر اعمله او كده، لا بالممارسه دايما الايه الاوامر دي مع التكرار بتبقى سهله جدا، ما تعتقدوش ان ده مثلا ايه حاجه صعبه. ممكن ان انا اضيف نقاط عشان اعدل الايه الكيرف بتاع الدايره، عن طريق بضيف نقاط نيو فيرتكس ريفاين، اضيف هنا كده نقاط كده تعديل اهو، ابدا اسحب كده وبيديني هنا كمان ايه هضيف تحكم زي الاستريتو بالظبط، لان دي فيكتور جرافيك اقدر اتحكم، ولذلك انا ممكن ان انا اصدر اي رسم من برنامج الاستريتو للثري دي ماكس، لان نفس ايه السيستم ده بيتعامل مع الفيكتور جرافيك والاستريتور بيتعامل مع الفيكتور جرافيك ان انا احصل على شكل مناسب مجسم. وطبعا لو عندي وقت بقى كده ايه اقدر ان انا استغل الايه قضبان التحكم دي بحيث اجيب دقه في قصه الايه الكيرف بتاع الدايره عن طريق التقريب، وبقعد كده اضيف نقاط زياده او ان انا احرك في النقاط دي او قضبان التحكم الداخليه دي اقدر اظبط بيها الكيرفنج بتاعها. هي محتاجه طبعا ايه شويه صبر وشويه وقت زي كده بس. شوف انا كده اهو جبت شكل تقريب اهو يتناسب مع ايه تقريبا شكل ايه المبنى كحلية اهو كده اهو، قدرت اتغلب على المشكلة في الجزء ده تمام. طب الجزء ده برضو نفس المشكلة، برضو زي ما اتفقنا مع بعض هنبدأ ايه نختار النقاط ونحركها. يعني انا يهمني في الدرس بتاع النهاردة مهارات الرسم، ما يهمنيش الشكل وايه وجودة الشكل، يهمني اتعلم مهارات الرسم والتعديل، ازاي اقدر اعدل في الشكل بحيث احصل على المجسم اللي انا ايه
عايز اوصله. ممكن بقى تستغل هذه المهارات في اي مجسم. برضو هنا ممكن نضيف نقاط عن طريق امر ايه ريفاين، والنقاط دي برضو ايه بقدر احركها. تمام، هوصل باي عندي هنا مثلا اهو نفس المشكله، هاخد النقاط دي وامشي بيها كده اهو، واضيف نقاط تانية بامر ايه ريفاين، وابدا احرك في هذه النقاط عشان احصل على الدائره اللي انا عايزها. طبعا مع الوقت والدقه هتلاقي العمليه ايه والتكرار هتلاقي عمليه الرسم سهله جدا. نفس القصه هنا، كشكل طبعا تقريبا عشان نوفر وقت، مش بحاول ابقى ايه دقيق قوي يعني. اخر واحده هنا نفس الكلام برضو، في هنا خط عنده بنزل كده، ده عندي زين الفيرتكس ده زياده بحذفه عن طريق امر ديليت، وابتدي ارحله، بمشي في الاتجاه ده كده اهو، واضيف ريفاين هنا نقاط تتيح لي ايه ان انا احصل على شكل ادق للايه للشكل الدائري. اللي انا عايزه الموضوع طبعا محتاج تجربة وشوية صبر لغاية ما بأتقن مع التكرار أوامر الرسم، ويبقى بالنسبة لي بعد كده خلاص أي حاجة مجسمة مفرغة أقدر أعملها، اللي هي الأشكال الإيه المعقدة شوية اللي صعب إن أنا أرسمها بالطرق العادية أو المجسمات العادية. لما أرجع بقى لأبر إكسترود هتلاقي حصلنا على مثلا شكل كورنيشة جميلة هنا مثلا مصورة المبنى. هنا مثلا في عندي مشكلة في البروز نسبته قليلة، هل ممكن ان انا اتدارك الخطأ ده؟ سهل جدا، نفس الفكرة هطفي اكسترود وارجع للشاشة الخاصة بالرسم او الفيو بورد اللي هو اسمه ايه الطب، وابدأ اختار بقى المرة دي على مستوى الايه السيجمنت، اختار كده واتحرك بده كده قد السمك هنا كده برضه، اختار مستوى السيجمنت وانزل وابتدي قد السمك، يبقى سمك بارز. نفس الوضع هنا ورا السمك اهو، لو الوقت متاح عندي اقدر ان انا ايه اشتغل بدقة، لكن انا بديكم الافكار الاساسيه اللي انا اقدر من خلالها انفذ التعديل. طبعا بيتطلب دقه التعديل حسب الوقت المتاح عندي. برجع تاني لامر اكسترود، ممكن احصل على اي سمك انا عايزه برضه قدام هنا لو حبينا تاني اهو، ادي الايه السيجمنت، واختار كده واطلع من البروز اللي انا عايزه لو عايز ايه اكتر يعني. ممكن بقى اشكل يعني اعمل زي التصميمات المودرن، يبقى في جزء كبير وجزء صغير في بعض الاشكال او في بعض المباني ممكن ان انا اعمله اهو. حصلت كده على كورنيشه بتحيط بالمبنى من جميع الايه الجهات لما بيحصل ديستورشن في تنفيذ الامر. طيب انا عايز اعمل مثلا سلمه، في درجات سلم مثلا، برضه سهل جدا ان انا ايه نسخ عن طريق شيفت والسحب، بنفذ الايه والسلمه تاخد شكل المبنى لو انا عايز. نفس الوضع كده بقول له عايز حاجه ايه، عايز النسخه دي تبقى ايه كوبي. بقدر اظبطها هنا اكتر اهو في مسقط الليفت، وباخد منها نسخه تانيه اهو، والنسخة التانية دي ممكن اعمل لها عملية تكبير بحيث تديني درجات سلم.
لما نرجع كده اهو هنلاقي اديتني شكل ايه درجات السلم. برضو حصل عندي مشكلة في ايه في الديستورشن اللي بيحصل مع عملية التكبير، سهل جدا برضو ان انا اعدل بنفس الطريقة السابقة. لو انا عايز احصل بقى على شكل ايه دقيق، سهل جدا ان انا ادخل واعدل زي ما انا عايز، تمام، مفيش عندي اي مشكلة. برضو اختار النسخة اللي انا عملتها وببدأ ان انا ايه اعدل فيها عن طريق اوامر الرسم.